السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلة. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب. سوف نقدمكم آخر تحديثات نماذج الطقس العامية وكذلك المناطق المعنية بأمطار الخير خلال الأيام القادمة. لايك متابعة شكرا لكم جزيل الشكر. يوم غد أجواء مستقرة مع انخفاض في درجة الحرارة تدريجيا إن شاء الله، وسوف تنتهي موجة الحر إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين، وسوف تستمر انخفاض في درجة الحرارة إن شاء الله مع احتمالية ربما عودة الاضطرابات الجوية خلال الأيام القادمة إن شاء الله. نأمل خير خلال الفترة المقبلة إن شاء الله وبداية شهر أكتوبر إن شاء الله، فهي مبشرة في الأسبوع كذلك الأول، فيتوقع دخول الأمطار معتبرة على أقصى شمال المملكة ومحتمل احتمال كبير وربما يدخل اضطرابات على فاس وكذلك الشمال الغربي. ستشمل المناطق التالية بعد التساقطات المطرية خصوصا صويرة مراكش والرشيدية، وهذه المناطق التي كما تشاهدون إخوة الأعزاء بالنسبة للنموذج الأمريكي فيشير للاضطرابات كذلك حاضرة على المملكة. أمطار خير وبركة سوف تشملها خلال الأيام القادمة، في احتمال كبير عودة أمطار الخير خلال الفترة القادمة مع دخول هذا المنخفض الجو الأطلسي المحمل بأمطار جد معتبرة. نأمل خير خلال الفترة القادمة إخوة الأعزاء. لايكاتكم الله يسعدكم.